في إطار محاربة الهجرة السرية عبر البحر، وبناء على معلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأن ولاية عين تيموشنت، مفادها إقبال بعض الأشخاص من جنسيات مختلفة للبحار السري نحو الشواطئ الإسبانية بواسطة قارب نزهة، تم وضع خطة أمنية محكمة، أين أسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص على متن مركبة سياحية بالمخرج الغربي لبلدية والهاصة، كان بينهم 3 أشخاص من جنسيات أجنبية. بعد توقيف الأشخاص 5 المشتبه فيهم وحجز المركبة، مكنت التحرية الأولية من تحديد تواجد وسيلة الإبحار وحجزها، والتي تمثلت في قارب لنزهة من نوع جليسان. في نفس السياق ومواصلة للتحقيق، تم تمديد الاختصاص، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن صيفي لأحد المشتبه فيهم، أين أسفر على توقيف 12 شخص من جنسيات مختلفة كانوا مرشحين للهجرة غير الشرعية، وبصدد انتظار موعد انطلاق الإبحار السري رفقة الموقوفين سابقا، ليكون العدد إجمالي 17 موقوفا.